انا ما بحبش اضغط، انا يعني بس انا ما بحبش حاجتين في حياتي ما بحبهمش ابدا، صوتك يبقى عالي عليا خالص، انا سامعك كويس قوي بالمسافه اللي بيننا وبين بعض قريبه يعني، فصوتك انت بتقول لي انا طبعا طيب انا بتكلم عامه بجد والله الصوت يبقى عالي قوي او قلبت وشك عليا يعني تمام، لكن في اداره الشغلانه يعني لازم يبقى بينك وبيني رصيد جامد قوي، عشان في اثناء الشغل هيحصل نوع من المشادات اكيد، فلازم يبقى عندي انا كمسؤول رصيد عندك. الرصيد ده مش شرط يكون مادي على فكره، يعني ما بين الاهلي واللعيبه رصيد بيبقى كبير قوي، مش كله مادي، في معنوي، في ادبي، في مواقف انسانيه بحته يعني، فبتلاقيني في ظهرك ومعاك يعني. فعشان كده هتلاقي مثلا نادرا نادرا ان لم يكن مش موجود خالص يعني واحد خرج من النادي الاهلي واتكلم عن النادي الاهلي باسلوب مش كويس ابدا، فيعني الاحترافيه والاحترام والاسلوب الراقي وكل حاجه ممتازه هتلاقيها. بس كل الناس بتتكلم في الحاجات تقول لك ايه انتوا بتقولوا كده بس عشان ايه انتوا بتشجعوا الاهلي وبتحبوا الاهلي وبتاع يعني، لكن ده ما بيحصلش بشكل حقيقي يعني. بص يا اسلام، الاربع سنين اللي فاتوا مثلا او الفتره اللي فاتت يعني ممكن كان فيها حاجات صعبه زي ما قلت في الاول، لكن فيها ايجابيه حلوه قوي. شفت في عينين خصمي او في كلام خصمي اللي بيتمناه لنفسه وبيقوله عليا، شفت من حاجات كتير جدا في السنه اللي فاتت يعني مدى الاختلاف والمقارنه اللي بيقولها الخصم مش بيقول، او الناس اللي هي موجوده بتشجع الخصم اللي بتقولها عليا، بتقولها مش على سيده، بتكلم على الاهلي، على الاهلي في رقي التعامل، في قوه الازمات او قوه ادارتك للازمات، الموضوع مش ألسنة وخلاص، مش 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 صوت وخلاص، وانت بتتكلم بشكل عام طبعا طبعا طبعا. مدى المقارنه اللي لصالحك يعني، انا بقول مثلا يعني ممكن الاوقات الصعبه زي ما هي صعبه لكن فيها اجابات عاليه جدا. الناس اللي هي يعني ربنا مد في عمرها يعني الفتره اللي فاتت بقى عندهم يقين وتاكد من مدى رقي النادي الاهلي وجمال النادي الاهلي في ادارته لاي ازمه، في ادارته لاي مشكله، حتى في اختلافاته، فمدى احترامه واختيار الفاظه واختيار كلامه واختيار الطريقه اللي يعمل فيها الحل او يوجد بها الحل، ومدى حبه لبلده. اوكي، فبدات تعمل مقارنه، وحتى الاجيال اللي طالعه فبتعرف تقارن كويس قوي، بتعرف كويس قوي تقارن مين الصح ومين الغلط. انت مش هتكذب عليا، انا ليا عينين وليا ودان، مش ممكن الغلط ابدا ابدا هيبقى في يوم من الايام صح، مش ممكن. حتى لو